بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الاعزاء مشاهدينا الكرام سلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته واسعد الله مساكم وطابت جميع اوقاتكم بكل خير احييكم وارحب بكم اطيب واجمل ترحيب من هنا من على ارضيه ميدان البصير حيث اعلنت منذ لحظات انطلاقه الشوط الثالث المخصص لسن اللقاية البكار من المسافه الخمسه كيلومترات البدايه الاولى والمقدمه جد بلشه صالح بن محمد بن علي بن محمد بن جرحب من يتقدم مع البدايه بينما الدخول والوصول من بيان محمد بن بخيت بن حمد بن قريع المري بينما ثالث الواصلين والغادمين وصلت الدوحه وعلي بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن شفيع من يقدم الدوحه على ثالث المراكز المركز الرابع القدوم من جباره سالم بن حمد بن جار الله بن جهويل المري يقدم جباره على رابع المراكز المركز الخامس الدخول من الجانب الاخر وصلت متعبه علي بن سعيد بن مبخوت بن بن قمعان بن قعمان الجربوعي من يتقدم الآن على خامس المراكز بينما نتحول الى بداية هذا الشوط الى انطلاقة بلشة صالح بن محمد بن علي بن محمد الجرحب من يتقدم من حقق الشوط الاول الرئيسي يقدم بلشة على اول المراكز المركزي الثاني وصول وقدوم من بيان محمد بن بغيت بن حمد بن قريع يقدم بيان على مستوى المركز الثاني المركز الثالث الوصول والقدوم من جبارة وسالم بن حمد بن جار الله بن جهويل يقدم جبارة أيضا الوصول والقدوم من الجانب الاخر اللي واصله واللي قادمه في هذه اللحظات يتقدم تتقدم متعبه يقدمها علي بن سعيد بن مبخوت الجربوعي المركز الخامس القدوم والوصول وصلتنا في هذه اللحظات وصلت الدوحه وعلي بن عبد الله بن محمد بن يحيى هكذا مستمعينا الاعزاء للمرة الثالثه على التوالي نتحول الى شعار بن جرحب ما زال هو القائد ما زال هو القائد لهذا الشوط يقدم بالجمع البدايه بينما بيان تصنى بيان ما زالت تتقدم تواصل الضغط المستمر على بدايه هذا الشوط بيان يقدمها محمد بن بخيت بن حمد بن قريع المري المركزي الثالث الوصول والتسلل الملحوب وصلت متعب علي بن سعيد بن مبخوت الجربوعي يتقدم على ثالث المراكز المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات من الجانب الاخر الله يا هقوه حمد بن صالح بن حمد ابو شريده يتقدم في هذه اللحظات على رابع المراكز التدخل الان القدوم في هذه اللحظات وصلتنا الان في هذه اللحظات تشريف جار الله بن مبارك بن سالم بن سالمين للمره الرابعه نتحول إلى بيان من تسللت إلى الريادة إلى السيادة ها هي بيان تتقدم الآن يقدمها محمد بن بخيت بن حمد بن قرع بينما بلشة يا بلشة كم من بلشة بلشة الآن تقدمت الآن إلى مكانها الرئيسي يقدمها بن جرحب المبتكر إلى البداية الأولى من حقق ناموس الشوط الأول الرئيسي يطمع ب تحقيق هذا الشوط المركز الثاني وصل الآن بن سالمين الله يا تشريف جار الله بن مبارك بن سالم بن سالمين يتقدم الآن بن بنقرع على ثالث المراكز أيضا الآن وصلت انطلقت الآن متعبة علي بن سعيد بن مبخوت المركز الرابع اللي واصله الله يا هذا الشوط يا مرحبا بمرموقة فرج بن محمد بن طالب بن محمد بن هليل أيضا الدخول من الجانب الاخر اللي وصلتنا الان انطلقت بروق حسن بن زايد بن حسن العتيبي بينما نتحول الان الان تغيرت الامور فبدا الان من يتقدم يقدم الآن متعب علي بن سعيد بن مبخوت الجربوعي يتقدم الآن الجربوعي مع البداية الأولى المركز الثاني المركز الثاني بلشي المركز الثالث من الجانب الآخر لقادمة تشريف المركز الرابع هنا بيان المركز الخامس من الجانب الآخر بروق هكذا متابعينا نتحول إلى بداية هذا الشوط اللي بدا يكلم يكلم واللي بدا يحرك يحرك الكل يطمع لناموس هذا الشوط الله يا انطلاقه متعبه من يقدم متعبه مع البدايه علي بن سعيد بن مبخوت الجربوعي يتقدم في هذه اللحظات يسجل الفارق بينه وبين بقيه الاسماء ليسجل الان الضغط بدا الان المركزي الثاني في التقدم اللي واصل جار الله بن مبارك بن سالم بن سالمين يقدم لنا

بدأت الآن الأسماء تغترب رويدا رويدا بدأ الصراع بدأ النزاع من أجل الفوز والانتصار تغيرت الأسماء انطلقت الآن حصانة عبد الهادي بن سالم بن عبد الهادي بن حبيش النابت أيضا المركز الثالث نوادر علي بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح المركز الخامس وصلت الآن الدانة محمود بن بذنة بن صالح بن علي اليافعي نتحول نتحول إلى البداية، الثمان متر الأخيرة، الأمتار الخطيرة، الأمتار المثيرة، الله يا متعبة، متعبة، أتعبتهم والله متعبة، من تقود هذا المسار متعبة، علي بن سعيد بن مبخوت الجربوعي، يتقدم الجربوعي هو الآن الاسم الخطير الاسم الاجدر والاحق بهذا الناموس ايضا المركز الثاني من الجانب الاخر وصول انطلاق نوع سعيد بن سالم بل الحرير الالف هذا المركز الثالث المركز الثاني شوفوا اللي دخلت الان الله يا هبايب سلبان بن سعيد بن حمد الفسل المري الله اختلط الحابل بالنابل نابل في هذه اللحظات الله يلي تقدمت الله يا هذا الهجوم دفاع في هذه اللحظات وصلتنا فخر علي بن حمد بن علي بن جرحب ايضا من الجانب الاخر اللي واصله اللي ما شقره راشد بن محمد بن سالم ابو شهاب الله يا ابو شهاب تقدم الان من الجانب الاخر المركز الثاني هنا فخر فخر بينما هناك من الجانب الاخر من الجانب الاخر شقره فخر وشقره الله تهانينا لمالك شقرا راشد بن محمد بن سالم ابو شهاب من حقق هذا الفوز بكل جدارة واستحقاق المركز الثاني فخر علي بن حمد بن علي بن جرحب المري المركز الثالث المركز الثالث كان الوصول من متعب علي بن سعيد بن مبخوت الجربوع المركز الرابع المركز الرابع كان الوصول من بروك حسن بن زايد بن حسن العتيبي المركز الخامس الشحانية علي بن محمد بن علي بن سعيد الجربوعي